اهلا بيكم مره ثانيه. حابين واحنا بنتكلم عن منتخب مصر وعن مواجهاته في تصفيات امم افريقيا، حابين ان احنا نتكلم كمان عن تاريخ منتخبنا في التصفيات، وطبعا خير من يحدثنا عن نوستالجيا منتخبنا في البطولات المختلفه على تنوعها، وطبعا الاستاذ محمد صادق مدير مؤسسه الارشيف العربي اللي كان وحشنا بقاله كتير. الحمد لله على السلامه يا استاذ صادق، منور الدنيا. ازي حضرتك؟ صباح الخير عليكم يا استاذ نوهند، وان شاء الله النادي الاهلي طول عمره وجهه حضاريه في العالم كله. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن مصر، وهنتكلم دور مصر في التصفيات، والنهارده هنتكلم على حاجه جميله قوي. تاريخ مصر كبير جدا في التصفيات الامم الافريقيه، لكن احنا عشان داخل علينا ماتش مهم جدا بعد يومين، اثيوبيا وبعديها ملاوي، وبعد كده لا مش ملاوي بقى، غينيا. لا غينيا لعبناها، هنلعب غينيا وفي ملاوي برضو. ان شاء الله اول ماتش هيقابلنا ماتش مين؟ ماتش اثيوبيا. اثيوبيا بقى ليها قصه جميله معانا قوي. اثيوبيا تاريخ جميل في الرياضه المصريه، كان زمان اول ما عملوا الاتحاد الافريقي في مصر قالوا نعمل بطوله تجمع بين دول افريقيه، فقالوا ايه نجيب مصر. مصر قالت اقترحت ان في دول افريقيه تخش ونعمل ايه؟ مباريات افريقيه تجمعنا وتوطد العلاقه بين الدول وبين الشعوب وكده. فاول بطوله اتعملت في 57 كان باشتراك مين؟ مصر والسودان واثيوبيا. دول حوض النيل بس. طبعا حوض النيل بيجمعنا الميه والزرع والتاريخ والاصاله والمحبه، مصر والسودان واثيوبيا. فعملوا اول بطوله، واول بطوله ايه كسبناها بعد ما كسبنا السودان وبعد ما كسبنا اثيوبيا. نتكلم بقى عن اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، وهي مباراه اثيوبيا. وهي ان مصر لما لعبت اثيوبيا باول ماتش كسبت 4-0، وكانت ديبه هو اللي جايب الاربع اهداف، لعيب الاتحاد الكبير كده. استاذ صادق هيغشش المشاهدين الاجابه على السؤال بتاع السوشيال ميديا، اكتبوا عندكم حضراتكم. سبحان الله هي جايه كده، انا ما كنت. فاول مباراه لعبنا اثيوبيا كسبناها. وبعدين السؤال برضو لازم نعرفه للناس، هل هو الناس برضو اللي معلوماتها بسيطه، هل لما مصر لعب مع اثيوبيا كم عدد اللقاءات؟ هو في النهائيات بشكل عام ولا في النهائيات؟ في ناس تقول لك لا هم لعبوا نهائي قبل كده افريقيا مع بعض. لا هو النهائيات. يبقى هل السؤال بمعنى ان في كل النهائيات كاس الامم اللي هي التصفيات مصر لعبت مع اثيوبيا، ولا هو النهائيات اللي مصر لعبت مع اثيوبيا في بعض النهائيات؟ فطبعا النهائيات ان احنا قلنا في 1957 اول ماتش كسبناه 4-0 وجاب الاربع اهداف، الكابتن ديبا لعيب الاتحاد الكبير واللي بعد كده كان حكم كبير ومسك في اتحاد الكوره، كان شخصيه جميله، وكسبنا 4-0 في 57. قلنا الله ده جميل قوي، المباراه الاولى ديت كاس الامم الافريقيه دي عملت حاجه محبه جميله، بنحاول نزود الدول اللي حوالينا، الكونغو وغيرها وغيرها وغيرها. المهم جم في بعدها بسنتين عملوا بطوله 1959، واحنا هنشوف بعد كده صور دلوقتي جايبنا هنا. ف 59 سبحان الله كسبنا برضو نفس السكور 4-4، كابتن الجوهري وكابتن ميمي الشربيني 4-0، كنا واخدينها ايه زي بيقولوا بالبلدي كلمه اولى 4-4. ففينا صور هتظهر دلوقتي. طب ده بشره خير لماتش بكره. لا ان شاء الله، وان كان بعد التاريخ اللي بيقول ان في اغلب ماتشات مصر واثيوبيا بيبقى فيها نوع من العنف شويه في الملعب، يعني في نوع من الصراع. لا احنا هنبدا دلوقتي باللقاءات كابتن صالح سليم وبطوله 59. انا جايب اربع صور من 1959 كابتن صالح سليم رافع الكاس. انا كمان عايز اقول حاجه، لما انا اتكلم عن بطوله 59 هنتكلم ازاي بقى؟ هنقول كانت البطوله اللي رفع الكاس مين؟ كابتن منتخب مصر كابتن صالح سليم. فلما نجيب كل فتره كده نتكلم نقول مين النجم اللي كان بازغ وكان واجهه مشرفه لمصر وكان كابتن لمنتخب مصر، هو الكابتن صالح سليم. طبعا ده محبوب ومعشوق الجميع مش بس الاهلاويه بصراحه. التاريخ، ارجع التاريخ، يعني من الشخصيات اللي قدرت بجد تحبب فيه كل الانديه والانديه المنافسه وجماهير الانديه المنافسه. طبعًا. يعني من الراس الاول طبعًا. الى الان حتى لو في منافسين لينا او بعض محدش بيختلف على صالح سليم، محدش بيختلف على صالح سليم. قيمه وقامه وتاريخ. أيوة. واحتراف وحاجات كثيره جدا جدا. صحيح. والتاريخ يعني انا عشان راجل تاريخ بقول ان التاريخ عندي بيقول ان صالح سليم ده شخصيه عظيمه جدا، شخصيه جباره في اتخاذ القرارات، في المبادئ، في الاخلاق، في كل حاجه. ايوه اشكر جدا. الاقليم الجنوبي ان احنا كنا ساعتها بنقول الاقليم الجنوبي والاقليم الشمالي مصر وسوريا، كنا نقول كده. ايوه صح، دي في كنا بلد واحده طبعا. 59 في اول مباراه الدوره الافريقيه
ها السودان واثيوبيا بكره، لكن مصر والسوداني احنا كسبنا كام؟ 4-0 دي في 59. واللي شال برضو عايزين نقول اول بطولتين شالوهم مين؟ شالهم الكاس كابتن صالح مصر. اوكي مصر كابتن صالح 59 57 كان كابتن صالح ما لعبش 57 لعب 59. اوكي فده اول ماتش اللي هو 59. هنشوف بعض الصور تانية على هامش هذا اللقاء ما بين الكابتن صالح ده المنتخب. الله شوف بقى الجمال، كابتن عادل هيكل، كابتن طارق سليم رحمه الله. خبر ابيض، بص كابتن طه اسماعيل. كابتن طه اهو. يا نهار ابيض. تحتيه كابتن يوسف. شكله اختلف، عايز اقول لك على حاجه، كابتن صالح سليم زي الشكل هو ما اتغيرش. وكابتن الجوهري نوعا ما. ما اتغيرش الله يرحمه. وكابتن الجوهري عايز اقول لك، بس كابتن ميمش الشربيني لا اتغير. وكابتن طه اسماعيل اتغير، عادل هيكل لا ما اتغيرش برضه. الله يرحمه كابتن رفعت الفرنجيلي ابن دمياط، كابتن النادي الاهلي، كابتن عادل هيكل، كابتن طارق سليم اخو كابتن صالح سليم، كابتن علاء الحمولي، كابتن ياكا حسين ملك التغطيه. ها وازاي تقول من تحت هنا مين بيسلم الكاس لكابتن صالح سليم؟ المشير عبد الحكيم رئيس اتحاد الكره. ايوه كان وقتها رئيس اتحاد الكره. لا ما مكتوب كده صيغه كده، المشير عبد الحكيم عامر بين قوسين رئيس اتحاد الكره، وجنبه رئيس اتحاد الكوره. يسلم كاس امم افريقيا 59. ما انا عشان كده استغربت قلت يعني ازاي كده. لا لا هو حاطينه جنبه رئيس اتحاد الكوره، الواو وقع منهم في الطبعه دي ورئيس ممكن. اتحاد الكوره. فشوف الجمال هنا التصوير، وكابتن عصام بقيت جاب جولين، واحنا كسبنا السودان 2-1 وكسبنا الماتش اثيوبيا. الجوهري جاب 3 اجوان اهو مكتوب اهو، والشربيني كابتن شربيني جاب جون وكسبنا السودان 2-1. عصام بيجي جاب الجونين، كابتن عصام بيجي رحمه الله. فشوف الجمال والتشكيل جميل ازاي، والصوره جايبه كل حين بقى هنا في المدرجات. انا حبيت اجيبها على كبير شويه، هشوف كان في جمهور اهو، وازاي هنا الكابتن والفرحه واستلام الكاس. ها كابتن عبد الحكيم عامر، يعني الاستاذ عبد الحكيم عامر كان ساعتها نائب عن رئيس الجمهوريه، كان قائد القوات المسلحه، وكان هو اللي بيسلم الايه الكاس للفريق الفائز. ده في 1959. هنجيب بقى بعض انا جبت النهارده بعض مقتطفات من لقاءات مصر واثيوبيا. دي صوره ثانيه جميله قوي، جايب الكابتن عادل هيكل اهو جنب كابتن صالح سليم، وهنا بيسلم عليه اول ما طلع. ليه؟ انا بجيب من جميع الجوانب الاحتفاليه الجميله. وصوره بالالوان جابها الكابتن صالح سليم، كانت معروضه في مجله اخر ساعه، وازاي هو بينطق الكوره، وكان عامل معاه حديث شيق جدا، وكان بيتكلم عن مستقبل الكوره المصريه. ايوه يعني كان عنده يعني وجهه نظر رؤيه 50 سنه قدام، والتاريخ هيبان كل اللي قال عليه وافكاره فعلا موجوده. كان اسمه المايسترو من شويه يعني. طبعا مفيش القاب طبعا بتطلع كده. هنا بقى الماتش ده بقى فيه بقى حاجات كثيره قوي غير انه ماتش. في 56 لعبنا مع اثيوبيا ماتشين، ماتش هنا وماتش هناك. ماتش هنا دي برضه رساله لكل لعيب. الكابتن الخطيب ساعتها كان بيلعب مع منتخب مصر طبعا اثيوبيا، وكان هنا على اللقاء هنا، كان بيلعب برجل واحده، كان مصاب برجله الشمال. ها كان عنده مقدمه قويه جدا، ونصحوه ما يلعبش واصر يلعب مصر. طب اعمل ايه؟ كورتيزون حقن العب. وسبحان الله الكابتن الخطيب برجل واحده وكتبوه هنجيبها دلوقتي يحرز 3 اهداف. ايوه في صوره ثانيه برضو بالالوان دلوقتي هتيجي، هتكون فيها الصور. الخطيب يهزم اثيوبيا 3-0 برجل واحدة. برجل واحدة. رجل واحدة يعني ايه؟ لعب برجل واحد برجل واحدة وجاب 3 اجوان. الماتش خلص 3-0، هو اللي جابهم لوحديهم، مش صنع جونين وحط جون ولا حط جون. يعني هو اللي جابهم، هو اللي سجل وبرجل واحدة. وقال لك لا. النهارده في لعيبة كتير مع كل الاحترام، لو حس بس شوية برد، لو حس بس يعني في شدة كده، لا أنا استريح. لا أنا ده أنا ثروة. طب ما الخطيب كان ثروة مصرية لمصر كلها. الخطيب كان بيلعب باسم مصر. شوف الصورة دي، كان بينطق الكورة على رجليه جنب برج القاهرة، ومن تحتيه كانوا عاملين الإعلان الصغير، أنا قطعتها على قطعتين. الخطيب يهزم أثيوبيا برجل واحد. هنشوف صور إزاي الضرب اللي اتعرض للخطيب. إحنا بنجيب كل ماتش والرمز. شوف هنا الإصابة، شوف هنا كابتن فتحي مبروك في الصورة، في آخر الصورة هناك أهو. يا نهار ابيض، ده كابتن فتحي. فتحي مبروك. يا نهار ابيض. الصوره دي من مجله 1976. انا جايب، انا ليه جايب الماتش وبعض اللي كان الماتش كان مميز بده؟ اصاباته كثيره، وكان فيه ضرب كتير، وكان فيه جذب وشد كتير. انا عايز اقول التاريخ ازاي بينصف الناس، ازاي بيقول ان اللعيب بيضحي
ها ممكن يلعب بيه رجله واحده. لا والمانشيتات زمان يا استاذ محمد لو حضرتك برضو تتفق معايا، الصحافه زمان كانت مختلفه شويه، كانت الصحافه يعني بتتكلم بجد، تحس ان هي في عمالقه صحافه. لا لا يعني في عناوين حقيقيه ومشوقه ومعبره اكتر من دلوقتي يعني، ولا بيسعوا بقى ورا ترند ولا فرقعه كدابه ولا كده. ما كانش في الكلام ده، هم كان في ناس وسبحان الله برغم ميولهم يعني، ده اهلاوي وده زملكاوي وده اتحاداوي وده اسماعيلاوي وده كل واحد اللي انهم في الكتابه بيكتب يعني ازاي كابتن الله يرحمه اسماعيل البقر البقري وبرده عبد الجد نعمان، ناس كثيره جدا، ناصف سليم، ناس كثيره ما شاء الله كانوا بيكتبوا بكل شفافيه ويقول لك ان ازاي. شوف يعني شوف انا هقول لك، احنا الماتش الاولاني كسبنا 3-0 هنا، شوف بقى كابتن خطيب ما رحنا هناك عمل ايه. مش انا اللي بقول ده التاريخ، وماتش اثيوبيا ده مصر تهزم اسيوبيا 2-1 بعد مباراه عنيفه. الخطير كانوا مسمينه الكابتن الخطيب قال ايه؟ الخطير يسجل هدفين بلدغتين قاتلتين. الماتش ده فين؟ في اثيوبيا في نفس الشهر، في اديس ابابا نفس الشهر، ماتش يوم 4 ويوم ماتش يوم 14، فرق بينهم 10 ايام. الخطيب هو اللي جاب الخمس اجوان، جاب الثلاثه ايه هنا وجاب الاثنين ايه هناك. طب ده فكرنا بايه؟ ماتش نهائي افريقيا، اول بطوله الاهلي اخذها الاهلي، الخطيب هنا الاهداف، وهناك الجون الوحيد لكابتن الخطيب بالتعادل، ها وكسبنا وخدنا اول بطوله افريقيه. فالتاريخ بعيد نفسه. شوف الاصابات، شوف الاصابات اللي النهارده اي لعيب، مع كل احترام لكل لعيب، لو اي حاجه بسيطه ها الناس كلها تقف، ده عنده برد، ده عنده شد خفيف، اصل وش رجله في كدمه. مش عايزين يعني نقلل من الاجيال الجديده، بس لا يعني مش انا 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 بتكلم مش على حد معين، بكلم بشكل عام. ان ازاي الناس اللعيبه الكبار كانوا بيجوا على نفسيهم عشان يرفعوا من اسم مصر. هي الروح دي لازم تكون موجوده وموجوده يعني دائما. لما نتكلم تحديدا عن الاهلي كمان، مش بتكلم يعني. انا الصوره والتاريخ بيقول كده، فلازم ادي التاريخ حقه وادي الناس اللي عصروه حقه. احنا ما بنتكلمش على حد، احنا بنتكلم. ايوه انا فاهمه. انا بتكلم ان الكابتن الخطيب وكل اللعيبه ساعتها كانوا بيلعبوا اغلبهم مصابين. التفاني هو اهم شيء طبعا، يبقى في اصرار وفي تفاني للفريق وللمنتخب بتاعك طبعا. ده مش ماتش دولي يعني في الدوري او في الكاس مصر، ده ماتش بيلعب باسم مصر. فمن هنا اي لعيب بيلعب باسم مصر لازم يتحمل، ها لازم يجي على نفسه. انا عايز اقول لك برضو فكرتني بالخبر ده، كان معانا امبارح محمد صلاح، كان المفروض ان هو اصلا مش هيشارك في الماتش مع غينيا، واصر وما عملش سكان على رجله ان هو كان عنده مشكله في رجله، رغم ان كمان نادي ليفربول كان ما بيحبس ان محمد صلاح يشترك، لكن هو اصر ان هو يشترك. فدي برضو روح لازم تكون موجوده عندنا كلنا طبعا. احنا يعني جينا في الدنيا بالاختلاف، كل واحد له عقليه، كل واحد له دماغ، واحنا ما بنحكرش على حد. انا ليا وجهه نظر ثانيه جايز ما تزعلش، بس مش عايز اقولها. يعني انا بقول مثلا ان في مطوشه بتستاهل، طب ما نجرب. احنا اتعودنا بقى لنا خمس سنين ان الكوره بتجي لنا من دور على الكابتن مين؟ الرمز بتاعنا كابتن محمد صلاح. العب محمد صلاح، العب محمد صلاح، ماشي. لكن دلوقتي هنلعب غير محمد صلاح، هيبقى في انا بتكلم انا كراجل بلعب كوره، في مرونه بقى، وفي كل واحد هيبدع بمزاجه. استاذ محمد شكله مش مبسوط من اداء المنتخب في غينيا. لا لا انا عامه انا بقى خمس سنين. لا بس على فكره حقك، لا حقك. احنا خمس سنين بنلعب كوره بنفس الاسلوب واحد. أيوة. كنا بننتقد الكابتن الجوهر من 40 سنه، ومن 40 سنه في التسعينات انه بيلعب بطريقه دفاعيه، برغم وصلنا كاس العالم. انا عم شوف بعد 40 سنه بنقول الكابتن الجوهري لا ده نفس لا احنا عايزين نلعب بقى كل لعيب يلعب بفكره. كابتن زيزو، الكابتن افشال، كل واحد يلعب ها ويؤدي اللي عنده. لكن انت ما تجبرني كمدرب امسك اعمل ده، لا هو ده طول الخطيب ما كانش حد بيختلف عليه، ما كانش عمره بيفرض ان هو يلعب ولا ما يلعبش، كان بيبقى مصاب وقاعد على الدكه، انزل في ماتش 4-2 يقلب الماتش. الاجيال دي من لعيبه المنتخب المصري هي اجيال استثنائيه قبل اي حاجه، يعني هي ده وضع كل واحد فيهم على حده استثنائي كامكانيات ومهارات، كظاهره كرويه، كتفاني. يعني موضوع احنا ما بنقولش بقى مقارنه بين حد، والله انا بتكلم ان احنا كلامنا ده طاقه ايجابيه لكل لعيبه مصر. انا عايز اخد من كلامك ده بقى لماتش اثيوبيا ونقارن شويه برضو، لان هنا المشهد انت عرضته بشكل تفصيلي ولسه وعايزين بقى نروح بعد كده بعد ما تخلص لتوقعاتك كده والاجواء. طبعا هو مش هيتلعب في اثيوبيا، هيتلعب في ملاوي، واثيوبيا هي اللي اختارت لان هي كمان كانت خسرت على ملاوي. شوف الماتش الاولاني يقول لك ان اثيوبيا
خسرت اول ماتش، فالماتش ده بالمزار مهم، ومصر ربنا اكرمها وكسبنا في اخر دقيقتين، ها وبقى يعني وضعنا احسن، يعني خرجنا بالثلاث نقاط اللي احنا عايزينهم. هي دي النقطه دي، احنا بقى لنا احنا مش من احنا هنا في النادي الاهلي زي ما بتابع انا التحاليلات كله بيتكلم بشفافيه وبيتكلم بالظبط كويس جدا، عشان كده بتابع قناه النادي الاهلي، بشوف اي ماتش بيخلص بتابع كابتن علي منشاوي، كابتن علي ميوب، كابتن كل الحاضرين بيقولوا بكل شفافيه الاهلي النهارده ما كانش كويس، النهارده المفروض كان يبقى احسن. طبيعي ده الصح، نقول كده. احنا دلوقتي عايزين يبقى منتخبنا اللي بيرفع راسنا في كل حته احسن من كده، في نظام احسن كده في الملعب، لعيبه اكبر من كده. خصوصا لما انت بتقارن بقى اجيال فاتت، طبعا اجيال كل احترام، اي حد لبس منتخب مصر بيلعب بكل امانه وطنيه، لكن احنا بنتكلم دلوقتي ان في رمز عندنا اهو ما قالش انا 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 انا، نرجع لكل التاريخ، دوري كاس مصر تاريخ عظيم لكل كابتن حسن شحاته، جه عليه دوره وبيلعب في المنتخب، العب ورا يعني كانوا لعيب خط نص ومهاجم وهداف، العب اخر واحد في الملعب حاضر، اوف جون، وقف جون، او كابتن حسن شحاته بيمثل فريق اخر، لكن التاريخ بيقول كده. في كابتن ابو العز، كابتن بدو عبد الفتاح، في ناس كثيره جدا ما بيلعبوا باسم مصر، كابتن علي ابو جريشه، القيمه والقامه، كل الناس الكبيره دي، كل ما بنجد احنا بنتكلم تاريخ. اول مره اعرف المعلومه دي اللي حضرتك قلتها في وسط الكلام، ان كابتن حسن شحاته في ماتش من الماتشات وقف حارس مرمى. وقف حارس مرمى طبعا. ده كان ماتش ايه حضرتك فاكر؟ لا انا مش فاكر ماتش ايه، بس انا فاكر ماتش الزمالك رجع هو وكابتن فاروق جعفر في ماتش 4-2 لعبوا اخر يعني، كان ماتش للزمالك ولا ماتش المنتخب؟ كان ماتش للزمالك. اوكي. وفي ماتش للمنتخب كان بيلعب في افريقيا وكان هيقف جون وما رضوش يوقفوا جون، هو كان عايز يرجع لان هو كان بيجيد دي كابتن حسن شحاته. اوكي. يلعب في كل حته يعني، في 74 كانوا ماخدين احسن لعيب لانه كان ادى مباريات قويه جدا في الدوري الافريقي كانت تقام في مصر، برغم ان احنا خسرنا ولعبنا على الثالث والرابع، كنا غالبين 2-0 وخسرنا 3-2 من زائير هنا على ارضنا قبل النهائي، لعبنا على الثالث والرابع كسبنا، وبرغم كده كابتن حسن شحاته خد. احنا ليه بنقول كابتن حسن شحاته كابتن بدوي والكابتن علي احنا بنتكلم هنا على تاريخ الرياضه المصريه. لما اجيب لقاءات مصر واثيوبيا وانا ركزت والله على الكابتن الخطيب، بالصدفه انا بطلع ماتش اثيوبيا لقيت الكابتن الخطيب بس في الصور كل كوره بيتضرب وبيلعب برجل واحده ويجيب ثلاث اجوان وبعديها باسبوعين يتعالج ويروح يجيب جونين عشان بيلعب باسم مصر. فانا بتكلم ان اي حد يعمل اسم مصر لازم يجي على نفسه. طبعا مصر محتاجاك، اقف لو برجل واحده، لو بنفس، لو بروحك، بقلبك. ده هنا شوف بعض الصور، شوف لقاءات الجماهير كانت بتحضر ازاي زمان هنا. رحنا اثيوبنا بعد اللقاءات والكابتن عبد المجيد نعمان الله يرحمه من الكتاب العظماء الرياضيين، رحنا تعادلنا مع اثيوبيا 1-1 في اخر اهو مباراه برضه في السبعينات. احنا ليه جايبين وبرضه تعليق على خشونه اللعب يعني في تعليق كده في الصفحه، حتى حضرتك انا اتكلمت ليه في الحته دي؟ تمام. ده كان قاسم مشترك في معظم اللقاءات اللي جمعتها كتير يعني، نتكلم تاريخ بعيد عن اي حاجه، في لقاءات مثلا شمال افريقيا، في لقاءات ليبيا، في لقاءات السودان، في لقاءات مثلا اثيوبيا، كل التواريخ بتقول بيبقى في نوع من الجديه. مش نقول اذى يعني، نقول ايه؟ في الجديه، في يعني تسارع. لما كنا زمان بنلعب في المناطق الشعبيه، انا في الضرب الاحمر وده في الازهر وده في العتبه، كان يلعبوا ماتشات وديه ما بين، يقول لك في صراع بينهم يعني بين المناطق. طبعا فهنا عشان قريبين من بعض. هنا بقى في سهره كرويه ليليه في رمضان، كان مباراه قويه جدا مع منتخب اثيوبيا، ان شاء الله ربنا يكرمنا غدا. ده رقم حلو ده، 6-1. 6-1 انا وهي جت كده ما عشان نقصدها. احنا ما مالناش دعوه، دي لغه ارقام. وبعدين احنا عندنا 6-1 بالتاريخ بالصوره وشفناه. يعني مين حتى يقول لك احنا كسبنا قبل كده؟ احنا ما شفناش. احنا بنتكلم على ايه؟ على اللي شفناه. ايوه احنا شفنا في 2001 الكابتن هشام عبد الرسول والكابتن حسام حسن، كان في ماتش 6-1 ديت، وكنا لعبنا مع ملاوي اللي احنا بنقول معانا في المجموعه، كسبناها ماتشين، واللي جاب الماتشين برضه زي ما كابتن الخطيب، زي احنا بنقول كابتن الخطيب جاب في الماتشين، كابتن هشام عبد الرسول جاب جونين منهم جون بيهدوا هشام عبد الرسول، احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، كان لعيب المنيا او كان في منتخب مصر. ها عشان دي برضه رساله ان المنتخب برضه مش اهلي وزمالك، كل الناس طبعا كل طبعا وما زال روح مازال. عندك ده منظر جمال عبد الحميد سعيد خطورته، كابتن مجدي صمام امان، كابتن ابراهيم حسن فوق المنافسه، ابراهيم حسن وكابتن حسام حسن، ها وكان لعيبه يعني. احنا كنا في الماتش ده بالليل كنا بنستنى اول ماتش بتاعت رمضان دي، بنحس بمتعه كده وبنحس بجمال واحنا بنتفرج على الكوره، وكنا ساعتها لا بنقول اهلي لوحده ولا زمالك لوحده ولا اسماعيلي لوحده. ان اليومين دول في كده نغمه سائده
انت اهلاوي ولا انت زملكاوي؟ لا لا والله مش يعني برضو مش للدرجه يا استاذ محمد، يعني موجوده عند البعض، بس بجد احنا شفنا المنتخب في الموسم اللي فات، لا او يعني الموسم اللي فات على طول لما شفنا ابو جبل نزل مكان الشناوي، وشفنا بعض اللعيبه، شفنا مصطفى محمد تالق، وشفنا زيزو تالق، وشفنا اللعيبه من الاهلي تالقت، وشفنا من فرق مختلفه، لا يعني كانت الروح بصراحه حلوه. ففي وفي يعني لازم الروح حلوه. وزمان على فكره كان في تعصب من الجماهير برضو في الى بعض الاحيان موجودين يعني. طب انا كنت مسافر وشفت الاهلي بيلعب في الماتش الاخير ده، وكنت قاعد في الامارات بتفرج على الماتش، وجماعه مغاربه وجزائريين وناس عرب وناس اماراتيين، وقاعدين بنتفرج على الماتش في كل روح رياضيه، قاعدين بنتفرج كلنا مع بعضينا، وده ده الطبيعي، وقاعدين بنشجع الاهلي، ولما خسرنا قلنا هارد لك، ما كانش حظنا وما كانش يومنا، وما حاولناش نقول مشكله. احنا الاهلي زي ما مصر عندها مبادئ في الحياه، برضه الاهلي خلي بالك برضه استاذ صادق، زمان ما كانش فيه عوامل تسخين للجماهير كما هو الحال دلوقتي، يعني يكفي بس بند او ملف السوشيال ميديا وانعكاساته. وعلى كل الاحوال احنا للاسف وقتنا انتهى في الفقره دي، نورتنا واسعدتنا، وان شاء الله نتقابل. انا متشكر جدا لكل الفرصه، وانا اسف انا كل كلامي بتكلم بشكل عام طبعًا. والتاريخ طبعًا. بيقول كده، انا ما بعرفش ازور تاريخ، التاريخ بيقول القتل الخطير قيمه وقامه وتاريخ. هو معلش بس هو مين قال لك ان انت بتزور تاريخ، ومين انتقدك عشان تقعد تبرر يعني؟ لا 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 لا، عشان انا مش فاهمه بعد عقليات. انا انت بتحكي حاجات وبحكيها بالوثيقه، واحنا بنتناقش مفيش حاجه يعني. لا جميل، وانا ببقى مبسوط على كل حال. الوقت زي ما كريم قال خالص استاذ محمد، بس انت حكاويك ما بتخلص، فعشان كده احنا زي ما تعودنا معاك هنعمل سلسله بقى حلقات مع حضرتك، علشان في كلام كتير وكواليس. والميزه في استاذ محمد ان هو بيجيب لك المنشطات اللي هي بقى لها 50 و60 سنه زي ما هي ومتحافظ عليها، وهو عارف يعني كواليس كتابه المنشطات والاحداث. فيعني نلتقي بك ان شاء الله طبعا حاجه. وانا بشكركم اللي كنتوا بتذهلوا الناس التاريخ العظيم لمنتخباتنا، منتخب مصر والاهلي، شيء جميل لكل الجيل اللي طالع يقرا تاريخنا الجميل العظيم. ده دورنا وواجبنا، وساعدنا كالعاده وجود حضرتك معانا. ما تتاخرش بقى علينا كتير الفتره الجايه. اشكرك. روح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، هيكون منورنا في الفقره الثانيه وليست الاخيره، لان زي ما بقول لحضراتكم انا وكريم النهارده معانا سؤال سوشيال ميديا والاجابات، هو برضو استاذ محمد جاوب يعني. يعني على كل حال هنروح فاصل ونرجع عشان نستقبل كابتن احمد فوزي بعد الفاصل.